السلام عليكم ورحمة الله. كي داير اخوك؟ بخير مزيان هانيين. المهم هادي السلعة ديال النقليس، هادي بيتي اكسترا بالنسبة للدراري الحريفية، راه عارفينها نزلة راه طوب ديال السلعة مليح. المهم فيها الرومي، الناس اللي كتخدم النسا فيها واحد العدد ديال الروبي، وفيها شي جوج حبات ديال الفولار. المهم داخل فيها 10 رومي وجوج حبات ديال الفولار، ولا بقاش حبه ولا جوج ولا هكا، ماشي مشكل. المهم المجموع بالنسبه للدراري اللي كيخدموا العدد، هادي اكسترا فيها 80 كيلو. ها هي الخوت اكسترا، يعني سلعة مليحة ومعروفة في السوق بالنسبة للناس الحريفية، وبالنسبة للناس اللي عاد بادية راه سلعة مزيانة، يعني راه سلعة مليحة هادي. هاهي المهم، راه دخلات الخوت، اللي خاصو شي حاجة مرحبا.